السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله صباحكم والمساء. هذا سلمكم الله سنة من السنوات في رمضان في العشر الأواخر، كنا معتكفين أنا ومجموعة من الشباب معتكفين في جامع الراجحي في حي النسيم في مكة، معروف الجامع. وتعرفون سبحان الله حال المعتكف يكون يعني مجتهد في العبادة ومقبل على الله وكذا. المهم أني كنت أسأل الله رؤيا صالحة، حنا ما ننام إلا بعد الفجر، يعني بعد ما تشتق الشمس نصلي الشروق ثم يعني ننام للظهر وخلاص. الشاهد أني كنت قبل لا أنام أسأل الله رؤيا صالحة، اللهم أرني رؤيا صالحة، اللهم أرني. وسؤال الله رؤيا صالحة هذا أمر مشروع. يعني كانت عائشة رضي الله عنها تسأل الله رؤيا صالحة، تقول اللهم أني أسألك رؤيا صالحة صادقة غير كاذبة، يعني سارة غير ضارة ونحو هذا. يعني المهم أن سؤال الله رؤيا صالحة هذا أمر مشروع. المهم وفي يوم من الأيام وأنا نايم رأيت في المنام رؤيا، رأيت كأني ماشي في ساحة الحرم، قرجي من المسجد أو كذا. المهم أني ماشي في الساحة وأشوف في واحد ماشي جنبي يباريني، واحد يباريني على يساري ماشي معاه بالونات، البالونات اللي يمسكونها من تحت بحبال كذا ويطير، وهو ماسكها بحبل وهي تطير كذا وتباريني، لكن شكلها مفزع جدا، حتى أن واحدة انفلتت كذا وصارت تباريني، ويوم طلعتها والوجه مخيف، يعني أنا جاء في بالي أنه هذا شيطان جني. فجاء الرجال وكأنه أمسك بالحبل وقال لا لا أنت ما تضرك، هذه ما تضرك، أنت محافظ على أذكار وعلى سورة البقرة ما يمكن تضرك. هذا كلام كان يقول لي في المنام البائع، هذا بائع البالونات، يقول أنت محافظ على أذكار وسورة البقرة ما تؤذيك. المهم قمت من النوم وأنا خايف ومتعجب من ذا الرؤية، قلت لا إله إلا الله، أنا ذحين أسأل الله رؤية صالحة، أبغى أشوف الجنة، أبغى أشوف كذا، أبغى أشوف يعني حاجة كذا. لكن سبحان الله تعودت من الشيطان، وطلعت لبقعة الظهر تقريبا نص ساعة كذا، قلت خلني ألحق دورة المياه لأن يكون في زحمة عند دورة المياه الوضوء وكذا. رحت لدورة المياه، طبعا دورة المياه حتى تكونون معي في الصورة، دورات كذا ومقابلها دورات، طبعا كل في البدروم تحت، يعني كذا مثلا رصة كذا حول عشرة ومقابلها عشرة، عرفت كيف؟ فيكون قبال كل دورة أكرمكم الله يعني اثنين ثلاثة صافين سرة وجههم كذا، والدورة اللي مقابلها فيه اثنين ثلاثة صافين سرة، فأحيانا تلتحم الصفوف مع بعض البعض أو تحصل لك طريق بينهم بالكود، يعني هذا الوضع السائد والزحام الموجود تحت. فحد أنا يوم وصلت تحت وشفت الزحمة كذا انصدمت، وقاعد طالع دور لي دورة يعني عليها واحد ولا اثنين واقفين، يعني أقوم أخش السرع. وأثناء ما كنت طالع في دورة مياه هناك سبحان الله ما حد واقف قدامها، أطالع ولا الباب سمعت قال طق أنفك، وانفك الباب، قمت كذا لمحت كذا ما في ولا أحد منتبه لها، قمت بسرعة رحت بسرعة مشيت لين وقفت قدامها، طبعا زحام يعني عند الدورات كذا والناس متزاحمة، قمت أنا وقفت قدام الباب بسرعة، الباب تو انفك، قمت أنا وقفت قدام الباب وأخرت شوي عشان اللي كان جوا يطلع، وأخرت شوي كذا الباب انفك وأنا واقف، وأخرت شوي انتظر انتظر ما حد طلع، دفيت الباب ما في أحد. والله يا أخوان هذا قدام عيني، الباب انفك، رحت بسرعة وقف قدام الباب انتظرت، الباب انفك ما حد طلع، قمت دخلت أنا الدورة عاد وخلصت وخرجت، عاد أكلم الشباب بعدين قالوا لي ودخلت دورة المياه، قلت خلاص الرجال طلع. تذكرت بعدين الرؤية اللي شفتها قبل شوي ما في خمس دقائق، هذا شو اسمه البالون اللي يمشي جنبي كذا، والرجال يقول ترى ما يضرونك محافظ على الأذكار وسورة البقرة، قلت لا إله إلا الله. فأنا قلت للشباب هذا الظهر جاي معتكف زيكم، مو بس أنتم معتكفين، حتى هو جاي معتكف ويبغى الدورة بيروح يلحق الصف الأول. نسأل الله يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وتصبحون على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله صباحكم والمساء. كثير من المتابعين يقولون يا شيخ قراءة البقرة بشكل يومي
أمر متعب يعني ما يستطيع عليه أحد، والمسألة فيها يعني مشقة. فأقول سبحان الله، يعني هل يوجد شيء في الدنيا يأتي بسهولة؟ يعني النجاح ما يأتي بسهولة. مثلا الطالب الذي يريد أن يحقق درجة عالية والامتياز تجده منكفئ على كتبه وعلى مذكراته الساعات الطوال. كذلك الرياضي أو اللاعب أو كذا اللي يعني يريد أن يحقق ميدالية ذهبية تجده يعني يبذل الساعات الطوال والأيام من التمرين الشاق وكذا حتى يتحصل ما يريد. وسورة البقرة فيها من الفوائد القطعية الثابتة ما يجعلك يعني تتحمل مشقة 40 أو 45 دقيقة في اليوم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أخذها بركة وتركها حسرة. لاحظ، بركة نكرة، والنكرة تفيد العموم، بركة مطلقة في الصحة، في المال، في النفس، في الولد، بركة مطلقة. كذلك حسرة، حسرة نكرة، والنكرة تفيد العموم. ولا تستطيعها البطلة، يعني السحرة. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث آخر: البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة ينفر الشيطان منها، وكما قال صلى الله عليه وسلم يعني ينفر الشيطان 3 أيام ما يقرب البيت، وإذا نفر الشيطان من البيت حلت البركة ودخلت الملائكة وجاء انشراح الصدور وجاء سبحان الله الألفة والمحبة والسكينة نزلت في هذا البيت. فهذه أمور والله الواحد يعني أحيانا يبذل الغالي والنفيس من أجل أن يتحصل على بعضها. يعني نسأل الله العافية والسلامة من ابتلي بسحر لا قدر الله وكذا يعني تنقلب حياته رأسا على عقب، بينما لو كان يعني من الذين يحافظون على سورة البقرة لما حصل له ذلك، والعلم عند الله. ولكن هذه يعني حواجز أو درع وقائي لك. الله عليك يعني ما تستاهل صحتك وحياتك وحياة أولادك وأنسك وانشراحك، ما تستاهل يعني هذه الثمرة الغالية، ما تستاهل منك 40 أو 45 دقيقة في اليوم؟ سبحان الله. وحتى لا نشق على الناس، إذا ما تستطيع تقرأها كل يوم أقلها كل 3 أيام، يعني يومين الثالث تقرأها، يومين الثالث تقرأها. وصدقني لو قرأتها كل 3 أيام مع الوقت راح تحب السورة هذه وتشعر بلذة وراحة، راح تقرأها كل يوم. أنت ابدأ، ولا يعظمها الشيطان في نفسك ولا يعني يصرفك عنها بحجة أنه البقرة كاملة جزوين لا، ابدأ. ما تأخذ معك 45 دقيقة، أنت كم دقيقة تقعد على جوالك؟ تأخذ الجوال أحيانا تأخذ 3-4 ساعات من اليوتيوب على تويتر على الانستغرام على، صح ولا لا؟ خلاص استقطع من وقتك الثمين هذا ساعة إلا ربع. وقبل هذا وذاك استعين بالله، اسأل الله أن يعينك على قراءتها، اسأل الله المعونة. لو لم يكن من الله عون للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. الإنسان ما يستطيع يعني بنفسه أن يفعل الطاعات إن لم يعينه الله عليها. وأسأل الله أن يحفظكم ويرعاكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.